هي 100 دولار، هذه 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي، انك انت تحرق العالم الاندونيسي. ممكن تديني ال 100 دولار؟ تفضل. الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دولة اسلامية، ما احرقش عالم دولة اسلامية. الشعب الفلسطيني حبا كبيرا لدولة اندونيسيا، فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية. هيا لنرى ماذا تمثل اندونيسيا للشعب الفلسطيني. شو اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي انشأ ودعمه؟ والله اكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الاندونيسي. هذا العلم علم دولة ايش؟ دولة اندونيسيا اكيد. طب اذا ممكن تمسك لنا العلم. طيب اول شيء هذه قداحة مسكها في ايدك، وهي 100 دولار، هذه 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي، انك انت تحرق العالم الاندونيسي. ممكن تديني ال 100 دولار؟ تفضل. الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دولة اسلامية. الدولة الاسلامية دي في بينها وبيننا توأمة اسلامية ما بين القدس وما بين اندونيسيا. تأكد تماما الدولة الإسلامية هذه لا يمكن ان نكون واقفين جنبها ومعها في كل ازماتها حتى في عيد استقلالها. تمام. ال 100 دولار الامريكي ترجع، قداحة ترجع، والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين واندونيسيا هم اسلامية واحدة. بارك الله فيك. الآن في عيد استقلال أندونيسيا 75، شو بتتمنى لأندونيسيا؟ الرخاء، الاستقرار، ونتمنى للشعب الأندونيسي الخير والرفاهية. خذ وقتك دقيقة. تفضل. نسألك، تعرف معلومات عن أكبر دولة إسلامية في عدد مسلمين؟ أندونيسيا رابع دولة في العالم. عدد سكان موجود في أندونيسيا. الآن نفرجك علم، تعرف لنا علم دولة إيش؟ أندونيسيا. هذا علم دولة أندونيسيا. صحيح. امسك هذا العلم. بدنا نعطيك أول شيء قداحة، تفضل، ومقابل 100 دولار تحرق لنا العالم الأندونيسي. والله لو تجيب كنوز الدنيا، دولة إسلامية قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، يعني مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق عالم دولة إسلامية. بارك الله فيك. كان اختبار نشوف مدى تعاطف الشعب الفلسطيني مع الشعب الاندونيسي. الشعب الاندونيسي كان تحت احتلال كما هو الشعب الفلسطيني تحت احتلال في ذكرى استقلالهم 75. شو بتتمنى لدولة اندونيسيا؟ ان شاء الله بزهروا وبنعموا بالامان اكثر واكثر ولقدام ان شاء الله. الان اندونيسيا كانت وقعت تحت الاحتلال، تعرف كم يعني متى تحررت من هذا الاحتلال؟ والله تقريبا يعني امتى تحررت انا ما بعرف، بس هي كان في عندها يعني استعمار عدد من المستعمرين وهي كافحت وناضلت لحد ما تحررت. واحنا كشعب فلسطيني احنا بنوقف مع الشعوب اللي بتسعى لانها تتحرر من الاستعمار باي نوع من انواع الاستعمار، لانه احنا شعب فلسطيني مجربين وان شاء الله بنتحرر كمان زيكم. تمام. الآن هذا علم دولة، بتعرف علم دولة إيش؟ علم أندونيسيا. علم أندونيسيا، بنحيي علم أندونيسيا وإن شاء الله بنعلقه على أسوار القدس. طيب. مع علم فلسطين. إن شاء الله بنعلقه على أسوار القدس مع علم فلسطين. طيب خالتي، أول إشي هي في إيدي قداحة، وبدنا نديك مقابل إنك تحرق العلم الأندونيسي 100 دولار. لا مش ممكن، بس علم واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل. فقط، ولا 100 دولار ولا مليون دولار بحرق هذا العلم. هذه دوله مسلمه، كيف انا احرق علمها؟ الان في عيد استقلالهم 75، شو بتتمني لاندونيسيا؟ بنقول لهم بنبارك لهم استقلالهم، وان شاء الله بيكون عندهم تطور، بيكون في عندهم
دائما للأفضل، يعيشوا بحياة أفضل وبرفاهية، وإن شاء الله كل الدول تتحرر. وخاصة أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة، إيش اسم هذا المستشفى؟ مستشفى الأندونيسي شمال القطاع. تعرف ليش تسمى، ليش سموه بالمستشفى الأندونيسي؟ عشان دولة أندونيسيا هي اللي دعمته. الدعم الأندونيسي لقطاع غزة وقف عند المستشفى الأندونيسي، ولا تعرف إنهم يعني في لهم دعم آخر؟ طبعا لهم دعم آخر، قدموا مساعدات طبعا اللي هو للأيتام طبعا، ومساعدات خيرية للشعب الفلسطيني. طب نسألكم عن علم، علم أي دولة هذا؟ علم أندونيسيا. بتوفقي هذا الإجابة؟ طبعا أكيد بوفقها. طيب هي علم إليك وهي علم إلها. الآن هي قداحة معاكم، وهي مقابل انكم تحرقوا العلم بندي 100 دولار لكم. بتقبلي تحرق هذا العلم؟ لا. ليش؟ لأن اندونيسيا دولة مسلمة، اندونيسيا دولة مسلمة، ليش نحرق علم؟ ودعمت غزة، ليش نحرق علم؟ إيه طبعا لا، لأن اندونيسيا طبعا دولة مسلمة ودعمت فلسطين وساعدتهم وقدمت لهم كتير اشياء طبعا للشعب الفلسطيني، بالذات اللي هو ساعده، قدمت مساعدات خيرية وأشياء تانية، والمستشفى الإندونيسي هنا عنا في إلهم، وبنحب يعني نقدم لهم كل الشكر إلهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لإندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير، وطبعا بتمنى لها إن شاء الله تتطور أكتر، يبعد عنهم الأمراض، يبعد عنهم الأعداء، ويبعد عنها كورونا والأشياء هذه. بدنا نسألك، أكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة تبع أندونيسيا اللي عملته للشعب الفلسطيني، عملته أندونيسيا للشعب الفلسطيني. نعم. طيب الآن هذا العلم، تعرف علم دولة مين؟ علم دولة أندونيسيا الشقيقة للشعب الفلسطيني. طيب. الآن لو أديناك هذا العلم، تفضل مسكو، وأديناك مع هذا المية دولار، وقلنا لك مقابل إنك تأخذ هذا المية دولار احرق العلم الأندونيسي، احرق العلم الأندونيسي. بأرفض رفضا باتا. يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يعني بتكون المية دولار إشي مناسب لإنسان مقابل إنه يعمل هيك؟ دولة صديقة أغلى من المية دولار وأغلى من مليون دولار. طب الآن أندونيسيا لها 75 سنة محررة من الاحتلال، في عيد الاستقلال الأندونيسي شو بتوصل رسالة لأندونيسيا وشو بتتمنى لهم؟ بتمنى أن الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم، وأنهم دائما يقفوا مع الشعوب المظلومة كالشعب الفلسطيني. أمنيات الشعب الفلسطيني لدولة أندونيسيا ولشعبها أن تنعم بالحرية والسلام والازدهار أبد الدهر.